يعني التفاصيل كتير قوي، الواحد يعني مش عارف يبتدي منين ولا منين ولا منين. بس بما ان احنا كنا بنتكلم في النقطه دي قبل ما نطلع على الهوا، حضرتك كنت بتتكلم على اللي حصل امبارح في برنامج الاستاذ عمرو اديب، وفكره اثاره زي ما بنسميها في الاعلام تجربه اجتماعيه، ونشوف رد فعل الناس عليها، لان دي يعني نقدر نقول بالفم المليان اول تجربه قويه تتعمل في تاريخ الاعلام المصري، ان نجرب ان احنا نقول حاجه والناس كلها تمشي وراها بالظبط وتنقل ويبعتوا عواجل والناس تكتب على السوشيال ميديا، وفي الاخر نكتشف انها حاجه تانية خالص، والراجل ما قالش ابن الرئيس، قال انا معايا ما اتكلمش. لا هو للاسف الشديد احنا لو شفنا الفتره اللي فاتت ان في كم شائعات كتير جدا بيصدر من تنظيم الاخوان الارهابي وسائل الاعلام بتاعته، على الجانب الاخر كان رد وكلها شائعات، يعني كلها ما فيش اي كلمه قالوها صحيحه يعني نهائيا، يعني هو ده جماعه الاخوان وده اعلامهم اللي هم بيتنفسوا كذبا. فلما جه الاستاذ عمرو اديب امبارح، وانا شايف ان دي اكبر خبطه اعلاميه حصلت من فتره طويله جدا، ان هو عمل اعلن عن ان في واحد معايا اسمه محمود السيسي وهيطلع يتكلم عن الصيدليات، طبعا الناس كلها اتجهت في اتجاه تاني خالص، ان ده نسيوا ابن الصيدليات. نسيوا الصيدليات وقالوا ده ابن رئيس الجمهوريه، وبعض المواقع قالت بعد قليل وبتاع، وطلع عشان يكشف الحقيقه ويكشف كذب الاخوان، حتى هم الاخوان نفسهم في قنواتهم مكملين والشرق قالوا ده جايبه بيلمعه بيطبل الكلام اللي قاله امبارح عمرو اديب، واحنا شفناه برضو على اليوتيوب وخلافه. لكن لما جت المفاجاه دي ضربه جامده لكل الاكاذيب، دي طرحت كل اكاذيب الاخوان من 2011 او من قبل 2011 لغايه دلوقتي، ان هم بيتنفسوا كذبا، اللي هو الكذب ثم الكذب ثم الكذب. لكن الواقع بقى تجاوب الناس معاه في الموضوع ده، نجد ان بعض الناس طالعين على وسائل التواصل الاجتماعي يقول ده مش مهنيه، وده يعني برضو بيشككوا في قدرات او اللي عمله الأستاذ عمرو أديب. أنا شايف إن دي حاجة يعني كبيرة وضربة إعلامية كبيرة، لا زالوا برضو بيشككوا ويقولك اللي عمله ده ما كانش حقه يعمله، ده مش مهني، ده مش إزاي مش مهني، يعني هو صراحة كل اللي بيعملوه الإخوان الإرهابيين وقنواتهم كل ده مش مهني، يعني كل ده يعني ما حد، انا مش شايف حد بيتكلم غير مجموعه مثلا قنوات المصريه الوطنيه المحترمه هي اللي بتدافع، وهي وتيجي على العمل يعني فضيحه كامله لكل شائعات الاخوان، وتيجي تقول دي حاجه مش مهنيه ازاي؟ يعني هو كل صراحه بقول لحضرتك، يعني استاذ عمرو عمل ناحيتين، ناحيه دعايه قويه جدا للبرنامج، وده حقه لان ده شغله، عايز يعني دعايه البرنامج والناس تشوفه، ده حقه. في الاخر احنا بنقدم منتج للناس وللمشاهدين، فهو بطريقه ذكيه جدا عرف يخلي الناس كلها في مصر تتكلم على برنامجه، وتبقى فاتحه التلفزيونات على البرنامج بتاعه امبارح، وده حقه كامل ومكمل. طبعاً. ومن الجنب الاخر في كشف لطريقة تعامل بعض المصريين، مش عايز أقول المصريين، على وسائل التواصل الاجتماعي بالزبط، وبعض المؤسسات الصحفية التابعة للإخوان المسلمين والصحافة، وإزاي الناس بتنقل بدون التحقق بالزبط. وهو ده كان، أنا شايف أنه هو ده كان الهدف من اللي هو عمله من الأول، أنه هو يوري للناس قد إيه الشائعة بتنتشر بشكل كبير جدا، وقد إيه مش كل ما يقال حقيقة. يعني آلية التحقق بقى هنا الفيصل كعمل صحفي وإعلامي مهني، هي آلية التحقق، إزاي نتحقق من الخبر، إزاي أبقى عندي فكرة إن أنا أصبر ما طلعش الخبر عاجل طبعا، قصاد إن أنا أتحقق من الخبر، اللي هو السبق ولا التحقق؟ لا هو ما فيش سبق، هو في حاجات معينة ما فيهاش سبق. السبق لو أنت عندك المعلومة الحقيقية واخدها من مصدرها هو ده السبق، إنما سبق يضر بالدولة، أنا ما بتكلمش طبعا عن البرنامج، سبق يضر بالدولة فده غلط، سبق يضر بالأمن العام، سبق يضر بالمواطنين فده لا يعتبر سبق. هدي لحضرتك مثل بسيط جدا، اللي هو أغلب العمليات الإرهابية اللي كانت بتتم في سيناء، وحدد لك بالظبط يوم 1/7/2015 وقت الهجوم على كمين الرفاعي وعدد من الأكمنة الأخرى. مع بداية الهجوم كان في طبعا
وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات التابعة للجماعة الإرهابية في الخارج وخلافه. نحن بنقول أساميها يعني مكملين والشرق والجزيرة مباشر. مكملين والشرق والجزيرة والجزيرة مباشر وخلافه، كل دول كانوا بينشروا في وقتها إن تم اقتحام الأكمنة وتم اقتحامها وعدد القتلى المصريين من الضباط والجنود وصلوا لغاية 100 وشوية. وللأسف الشديد إن وسائل إن بعض المواقع الإخبارية المصرية اللي بتعمل هنا في مصر وبعض التلفزيونات وخلافه كل دول ابتدوا يستضيفوا ناس وابتدوا ينشروا إن الأعداد وصلت لكذا. طب هل أنت عندك المعلومة الحقيقية إن الأعداد دي وصلت القتلى وصل لكذا، ولا تستنى؟ احنا في حالة حرب حضرتك، احنا مش في حالة يعني مش رخاء يعني مش عملية يعني انت في حالة حرب، انت بتروج للي هم بيعملوه واللي هم بيقولوه. انت لازم تستنى المتحدث العسكري لغايه لما يطلع ويتكلم ويقول لك احنا ايه اللي حصل عندنا وايه العدد الشهداء بتوعنا وعدد القتلى بتوعنا. طلع عدد شهدائنا 17 واحد وطلع عدد قتلاهم 250 واحد. يعني شوف العكس هو صحيح، لكن انت روجت. هو ده بقى اللي بيضر بالامن القومي المصري ويضر بالامن الاجتماعي كله للداخل الدولة. حرب نفسيه، حرب نفسيه. انت بيشن عليك حرب نفسيه حضرتك من قبل 2011 لغايه دلوقتي، وفي الوقت الحالي الحرب النفسيه اشتدت عليك بشكل كبير جدا. ليه؟ لان مصر زي ما احنا عارفين هي الدوله الوحيده الموجوده في منطقه الشرق الاوسط، في ازمات كتيره جدا حوالينا في كل الدول، في تركيا ليها اهداف كبيره جدا في غاز المتوسط، وزي ما شفنا التويته اللي نزلت امبارح ولا اول بتاعه الصحفيه المقربه من اردوغان بتقول ان احنا نتفاوض على نفس بالظبط التصريح اللي قاله البلتاجي لما كان قاعد في منصه رابعه وقال لك عوده مرسي ساعتها هيتوقف. لا لما السيسي يعود بالانقلاب اللي عمله بالزبط. كل الامور هتهدى في سينا. هو نفس، بس اختلاف طبعا المسميات. يعني انت نتناقش على المتوسط، على غاز المتوسط، وبعد كده وحتى اكدها بعد كده اردوغان لما قال لك كل ثروات قبرص ودي بتاع تركيا ودي من حق تركيا. اذا في أطماع كتيره جدا لينا في المنطقه وفي اهداف كتيره جدا لدول معاديه لينا في مصر، ولهذا السبب هو بيستضيف ومقعد عنده الإرهابيين. يعني هو دولة ترعى الإرهاب رسمي، يعني مقعد عنده إرهابيين قتلة، كذلك في قطر قتلة وإرهابيين موجودين هناك، ويناصبوا مصر والدولة المصرية العداء بشكل مباشر جدا 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 وبشكل علني، يعني على كل المستويات. إن لم تستحي، إن لم تستحي، وهم لا يستحوا يعني. فهو الحرب عليك من كافة الاتجاهات، بيسعوا أيضا إلى إثارة البلبلة وإدخال إرهابيين عن طريق ليبيا، بيحاولوا إن هم يثيروا الأزمات داخل السودان، يحاول. لكن أنت القوات المسلحة بتاعتك المصرية الحمد لله قوات قوية قدرت إن هي تقفل الحدود وتسيطر تماما على كل المنافذ، وقدرت إنها تقضي على البنية التحتية بالكامل للإرهاب اللي في سيناء. وكل ده ما هو كل ده أصابهم بالذعر وأصابهم يعني هم مش عارفين يعملوا معاك إيه. فدخل عليك بحرب نفسية شرسة جدا. طبعا الولد اللي اسمه الفاشل ده اللي اسمه محمد علي ده كان صناعتهم وهم اللي أخدوه، وهم بيملوه. أنت تطلع النهاردة تقول كذا، تطلع بكرة تقول كذا، ابتدى يشكك معاها بالتوازي معاها قنوات الجزيرة والشرق، وبيزيعوا ويبتدوا يحللوا. خلي بال حضرتك هو بيحاول يعمل في وقت مهم جدا الحرب النفسية بتاعته دلوقتي، اللي هو قبل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأمم المتحدة وإلقاء الكلمة بتاعته ولقاءاته مع، بيحاول ان هو يظهر للعالم في الخارج ان هناك بلبلة وثورة زي ما هم بيقولوا في الشارع المصري، وان المواطنين موجودين في الشوارع، وان هذا الكلام غير صحيح. ما احنا موجودين في الشوارع وعارفين.